أهلا بكم من جديد. ما زال الحراك الشعبي الجزائري يدعو إلى مسيرات مليونية مع قرب الجمعة الخامسة للاحتجاجات الشعبية التي تطالب بتنحي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. احتجاجات تزداد وتيرتها يوما بعد يوم إثر مساء من قبل السلطة الداخلية عن طريق محاولات رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي لتشكيل حكومة جديدة وخارجية تتمثل بالزيارات المكوكية التي يقوم بها نائبه العمامرة من أجل بحث الوضع الجزائري مع الأطراف الإقليمية كالصين وروسيا وإيطاليا. يبقى التساؤل حول دور الجيش الجزائري برئيس أركانه أحمد قايد صالح الذي أبدى مرونة في التعامل مع احتجاجات الشعب الجزائري. حراك متزايد وغليان متصاعد يشهده الشارع إزاء مناورات الرئيس الجزائري ومعه الحزب الحاكم فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي. فبعد الإعلان على عدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وتعيينه وزارة جديدة تصبو لضم أطراف المعارضة فيها، انطلق مندوبوها يجوبون عواصم العالم لطمأنتهم أن الأمور بالجزائر تسير بالاتجاه الصحيح. على تم الاستعداد للحوار، بل تذهب أبعد من ذلك، فهي على تم الاستعداد للترحيب بممثلي المعارضة والمجتمع المدني في الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها حاليا. بيد أن للشارع الجزائري رأي آخر مع استمرار التظاهرات المناوئة لاستمرار الحرس القديم بتولي سدة الحكم مع خروج مختلف فئات الشعب الجزائري للتظاهر. أصوات بدأت تسمع أيضا في أوساط الأحزاب الداعمة والمؤتلفة مع الرئيس بوتفليقة التي باتت تميل لصالح صوت الشارع أكثر فأكثر، وهو ما دفع الحزب الحاكم لتبرير التأجيل لأسباب تقنية محضة. إجراء انتخابات رئاسية جديدة تنتهي بمقتضاها فترة رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويتم التسليم الرئاسة إلى الشخصية التي سينتخبها الشعب الجزائري بكل الديمقراطية. إزاء ذلك يستمر الحراك الشعبي الجزائري على حاله وسط دعوات الخروج للتظاهر في تظاهرات مليونية غدا الجمعة، علها تفلح هذه المرة في إيصال الرسالة التي يتجاهلها النظام الحاكم، حقبة سياسية انتهت بما فيها والرغبة في البدء في حقبة جديدة لا يكون بوتفليقة جزءا منها. حول ذلك انضم إلينا من استديوهاتنا في باريس المحلل السياسي ومختص الشؤون الأوروبية السيد مصطفى طوسة. السيد مصطفى مرحبا بك. ينضم إلينا من الرباط السيد منير كيجي المحلل السياسي المغربي، مرحبا بك معنا سيد منير. دعني أبدأ معك سيد طوسة، توقعات لربما لأن يكون هناك مئات الآلاف غدا فيما يتعلق باستمرار الحراك الشعبي الجزائري في الجمعة الخامسة لهذا الحراك، ما المتوقع سيد مصطفى؟ نعم، هناك توقعات تشير إلى أن هذه الجمعة ستشهد مظاهرات صاخبة وربما أكثر يعني صخبا من سابقتها، لكن أيضا هناك عدة رسائل وعدة مؤشرات جاءتنا من الجزائر منذ أمس تقول بأن بما أن بعض الأحزاب الحكومية كجبهة التحرير الوطني FLN أو التجمع الوطني الديمقراطي RND الذي كان يقوده ولا زال يقوده أحمد أبو يحيى، هذه الأحزاب بدأت تأخذ مسافتها من عبد العزيز بوتفليقة وتعبر عن تفهمها وتضامنها مع الحراك الشعبي. إذن هناك عدة قوى الآن التي عادة ما كانت يعني تجيش وتريد أن يكون هناك عهدة خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصبحت الآن تنتقده بطريقة واضحة، الشيء الذي دفع بعض المراقبين من الاعتبار بأن ربما المؤسسة العسكرية بزعامة أحمد قايد صالح قد يعني حسمت أمرها وأن الرئيس بوتفليقة في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة سيبعث برسالة إضافية يقول بأن ولايته ستنتهي يوم 28 من شهر يعني الشهر المقبل ولن يكون هناك يوم من العهدة الخامسة، وربما يعني ستدخل الجزائر في فترة انتقالية تنظم بعد ذلك انتخابات خلال 3 أشهر. هذه هي المؤشرات وهذه هي الرسائل التي نقرأها انطلاقا من بعض المواقف مواقف بعض الشخصيات السياسية وما يقال عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
سيد منير أنتقل إليك، هل يمكن القول بأن هذه التحركات السياسية يمكن أن تهدئ فيما تهدئ الشارع الجزائري أو تهدئ هذا الحراك الشعبي الجزائري الكبير الذي يدخل جمعته الخامسة؟ بداية لابد من القول أن الحراك الريفي الذي ابتدأ يوم 22 فبراير هو حراك شعبي سلمي أبهر العالم، وأبهر العالم من حيث تنظيمه وسلميته وتنظيمه المحكم. فمنذ سنوات لم تشهد الجزائر مظاهرات مما نراه ونشاهده الآن منذ استقلال الجزائر. الولايات 48 في الجزائر كلها خرجت الأسبوع الماضي، أكثر من 15 مليون جزائري خرجوا من أجل عدم تمديد الولاية الرابعة، بما أن السلطة ما تبقى من السلطة الحاكمة تحاول تهدئة الأوضاع، سواء عن تحركات خارجية بما يقوم به العمامرة يعني نائب وزير أول، أو عن طريق دعوة المعارضة من أجل الحوار وممثل المجتمع المدني بالجزائر. بوتفليقة أعتقد شخصيا أن زمانه أنه انتهى سياسيا. بوتفليقة كان يريد أن يسير نحو درب رؤساء أفارقة كعمر البشير وروبير موغابي وبول بيا إلى آخره. أعتقد أنه الجمعة الخامسة التي ستكون غدا سوف تكون كما قال الصديق مصطفى توسة سوف تكون أكبر من سابقتها. لذلك نعتقد أن نهاية ليس بوتفليقة فحسب، نهاية النظام وحاشية بوتفليقة وعائلته. لابد من الإشارة إلى أن سيطرة الأموم زمام الأمور، يعني العائلة بوتفليقة التي ردد الشارع بكثافة شعارات ضد خاصة الرئيس سعيد بوتفليقة. طيب أنتقل إلى سيد طوصة فيما يتعلق بهذه القضية، هل يمكن أن تؤتي أكلها هذه التحركات على المستوى الداخلي والخارجي، العمامرة خارجيا فيما يتعلق بالجولات التي يقوم بها بالصين إيطاليا وأيضا روسيا، وداخليا محاولات تشكيل الحكومة الجزائرية بكافة أطيافها؟ نعم، كلمة أولا على جولة العمامرة الذي يزور يعني إيطاليا الصين وروسيا، هو يعني هذه خطوة لمحاولة يعني كسب دعم هذه القوى لهذه العهدة الخامسة وللأجندة التي يقترحها عبد العزيز بوتفليقة. ولا شك وبما أنه توجه إلى هذه البلدان ولم يأتي إلى فرنسا أو إلى بريطانيا أو إلى ألمانيا، فإنه يبدو أنه اختار الجهات التي يمكن أو يتأمل أن تكون من بين القوى الداعمة للأجندة البوتفليقية إذا صح هذا التعبير. أما بخصوص يعني تشكيل الحكومة، فقط الوقت الذي أخذته هذه المبادرة بتشكيل الحكومة، ونقرأ من هنا وهناك عبر الصحف الجزائرية والصحف الأوروبية بأن نور الدين بدوي يجد صعوبة كبيرة في إقناع بعض الشخصيات المهمة للدخول في هذه الحكومة والانتماء إلى هذا الكاستينج الحكومي. هذه الصعوبة تعكس أيضا يعني حساسية المرحلة، هناك من لا يريد أن ينتحر سياسيا وأن يشارك مع نور الدين بدوي في هذه الحكومة ورمة العمامرة، علما بأن الشارع لا يطلب فقط بأن ينتهي يعني عبد العزيز بوتفليقة من ولايته، بل يطلب ويصر على أن يرحل رموز النظام الفاسد الذي دار يعني استولى على الحكم في الجزائر لمدة سنوات. في هذه المعركة هناك شخصيات لا تريد أن تلوث اسمها بالانتماء إلى هذه الحكومة، ومن ثم هذه الصعوبة. وصعوبة نور الدين بدوي هي من بين يعني العوامل التي تشجع هذا الحراك في الخروج وفي يعني بلورة مطالب يعني أكثر راديكالية، لأنهم يعون ويعرفون بأن الشارع الجزائري، بأن الرأي العام الجزائري يرفض جملة وتفصيلا بوتفليقة وجماعات بوتفليقة، ويريد صفحة جديدة يكتبها بيده ويكتبها بشخصياته. إذن هذا هو الحراك الذي سنراه غدا وفي الأيام المقبلة التي تفصلنا عن 28 من شهر أبريل. أريد فقط أن أؤكد على نقطة واحدة وهي أساسية، وهو أن هناك رسائل تقول بأن عبد العزيز بوتفليقة سيوجه يعني رسالة إلى الشعب الجزائري يتخلى بموجبها
عن يعني بقائه في السلطة، ويقول بأن بما أن المرض بسبب المرض وبسبب الظروف بأن ولايته تنتهي بطريقة شرعية قانونية يوم 28 في الشهر المقبل، وهذا معطى قد يغير ملامح اللعبة السياسية في الجزائر. نعم. وقد يغير ملامح موازين القوى التي حاليا نشهدها في الجزائر. سيد مريم، هل يمكن أن نقول بأن هكذا أمر قد يغير بالفعل واقع الجزائر فيما يتعلق بالواقع السياسي هناك والحراك الشعبي، خصوصا وأن مطالب الشارع الجزائري لا تتمثل فحسب فيما يتعلق بعدم التمديد أو عدم تمديد ولاية رابعة للرئيس بوتفليقة، إنما تطالب بتغيير سياسي واضح للنظام برمته، هذا النظام السياسي الذي وصف بأنه نظام فاسد في نهاية المطاف؟ أعتقد قبل الإجابة عن هذا السؤال ضروري من الوقوف حول دلالة سياسية مهمة فيما يخص الزيارة الخارجية التي يقوم بها نور الدين العمامرة إلى دول إلى عواصم أوروبية وإلى الصين، وهي رفض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استقباله، واقتضى اللقاء اكتفى اللقاء بلقاء وزير خارجية ألمانيا ومستشار الشؤون السياسية لأنجيلا ميركل. هذا معطى مهم وعنده دلالة سياسية مهمة، حيث ألمانيا كقوة عظمى عندها تأثير يعني فيما يخص سياسة الاتحاد الأوروبي. الحراك، أعتقد أن الحراك الجزائري مضي ومستعد ولن يتنازل. الإشكال يتعلق الآن بمنظومة سياسية يلعبها الجيش، مدى قوة الجيش في التأثير حول في الملعب الجزائري. نحن نعرف مكانة الجيش في السياسة منذ استقلال الجزائر، وهو يلعب أدوار سياسية من حيث يعني الحفاظ على مصالح أوليغارشيا والناس يعني لا. الطبقة التي استفادت من عائدات البترول والغاز. الشعب يطالب بمحاسبة المسؤولين، كيف أنه لميزانية في لمدة 20 سنة في حكم بوتفليقة صرف أزيد من ألف مليار دولار، وهناك أوضاع اجتماعية مزرية يعيشها الشعب الجزائري. وأعتقد أن محاولات رغبة ما تبقى من النظام القديم من أجل يعني كسب ربح الوقت. نعم. فالندوة الوطنية هي عبارة عن مناورة سياسية من أجل ربح الوقت، من أجل تجديد يعني جلد النظام القديم. إذا إلا سيد مدير كاجي الكاتب والمحلل السياسي المغربي، كنت معي عبر خدمة سكايب من الرباط، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. سيد طوسة، أكمل معك فيما يتعلق بهذه النقطة، ولكن ننتقل إلى قضية الجيش. ما المتوقع من الجيش الجزائري برئيس أركانه أحمد قايد صالح، الذي أبدى نوعا ما اهتمامه أو وقوفه بالشارع الجزائري بعد تغيير مواقفه نوعا ما؟ نعم، عندما يعني ألقينا في نظرة تحليلية حول الخرجات الإعلامية لجاي أحمد قايد صالح وتصريحاته في الإعلام، لاحظنا أنه في بداية الحراك يعني كانت نبرته مهددة، وحتى أنه يعني أشار أو ألمح إلى سوريا وإلى ليبيا وإلى العراق وإلى المستنقع يعني سنوات الرصاص وسنوات الجمر كما استعمل هذا التعبير. إذن كان في بداية الأمر كان هناك تهديد للشارع الجزائري وللرأي العام الجزائري من عدم الخروج والاستمرار في هذا الحراك، لكن مع مرور يعني الأيام والتظاهرات التي خرجت إلى الشارع بهذه الكثافة، لاحظنا أن الرجل أخذ يغير من لهجته ومن نبرته في الحديث عن هذا الحراك، ويتحدث من أن الجيش الجزائري والشعب الجزائري لهم أجندة واحدة، ولا يمكن للجيش أن يقف ضد الشعب. وحتى هذه اللهجة الاستقطابية الغزلية إذا صح التعبير تجاه الحراك، يعني فهمه البعض بأن أحمد قايد صالح يعني هو أصبح الآن يعارض فكرة العهدة الخامسة، وحتى يعارض أن يبقى عبد العزيز بوتفليقة. الإعلام الفرنسي والأوروبي
الأوروبي يعني عندما يتحدث عن أحمد قايد صالح يتحدث عنه وكأنه الرجل القوي الذي يملك في يده يعني شفرة اللعبة السياسية الجزائرية. لكن هنا أيضا يجب أن نشير ونقول بأن هذا الحراك الشعبي عندما يريد أن يرحل هذا النظام الذي جسده عبد العزيز بوتفليقة بفساده وبسوء تدبيره للشأن العام السياسي الجزائري، أيضا أحمد قايد صالح جزء منه. وهناك من يطالب ويقول إذا رحل بوتفليقة وبقي أحمد قايد صالح وبقي أحمد ويحيى وبقيت بعض رموز العهد القديم، فإن ذلك يعني أن لا تغيير في الجزائر وأن فقط أيقونة النظام بوتفليقة رحل، لكن مفاصل وهياكل النظام الفاسد بقيت هي التي تتحكم في الأمور. وعلى أحمد قايد صالح أن يدير هذه المعطيات وكيف سياسيا يمكن أن يديرها، كيف بدون أن تمر هذه التظاهرات إلى أو تفقد هذه التظاهرات سلميتها. إذن هناك يعني لعبة حساسة الآن يلعبها الجيش الجزائري، وعلينا أن ننتظر الساعات المقبلة لمعرفة هل هي لعبة ذكية أم لعبة بليدة ستعيد البلاد إلى سنوات الرصاص. بهذه النقطة دعني أنتقل إلى السيد توفيق ودرشاشي الكاتب والمحلل السياسي الجزائري الذي ينضم إلي عبر خدمة سكايب. مرحبا بك معنا سيد توفيق. نتحدث هنا عن الجمعة الخامسة المرتقبة يوم الغد فيما يتعلق بالمسيرات والاحتجاجات الشعبية الجزائرية. نتحدث أيضا عن المساعي الخارجية والداخلية للنظام الحاكم فيما يتعلق بتهدئة الوضع في الجزائر وعن المؤسسة العسكرية. وبهذه النقطة أسألك سيد توفيق، إلى أي مدى يمكن أن يكون دور الجيش الجزائري برئيس أركانه أحمد قايد صالح مركزيا في الفترة الحالية؟ شكرا لك سيدي، وتحية لضيوفك الكرام وتحية للسادة المشاهدين. أولا تعقيبا على قول ضيفك، أوضح بأن السيد أحمد أوحية لم يعد رئيس الحكومة، يعني الآن حكومة أوحية رئيس، والآن فقط رئيس تجمع الديمقراطي الأرندي يعني حزبه أمينه العام. فيما يخص إجابة على سؤالك، لابد أن لا نختزل، الشعب الجزائري لا يريد أن يختزل المؤسسة العسكرية في شخص السيد قايد صالح أو غيرهم، أو توفيق الجنرال توفيق أو السيد المرحوم العماري أو غيرها من الأشخاص. المؤسسة العسكرية يعني تقريبا في كل المؤسسات المعروفة في سواء في الدول الغربية أو الدول العربية يعني تعتبر هي العمود الفقري لأي قرارات حساسة، ولكن منصوص عليها في الدستور هو عدم الحياد وعدم التدخل. إذن اختزال المؤسسة العسكرية في شخص معين هو يعني أكيد خطأ، لا يمثل كل يعني طبقة السياسية في الجزائر. زيد على ذلك اختزال شخص السيد عبد العزيز بوتفليقة في الدولة الجزائرية أو هو المنقذ يعني ولا ما يسمى هنا في فرنسا روبان دي بوا يعني مخلص الجزائريين، فهذا خطأ. هو قام ما يعني في العهد 1999 منذ قدومه، العهد الأولى والثانية والثالثة كانت مقبولة، لكن الآن الشارع رفض وقال كفى للفساد، محيط الرئيس بما فيهم السعيد عبد العزيز بوتفليقة. ولا ننسى كذلك لأن الكل يوجه أسهم الاتهام إلى الوزراء، لا ننسى بأن هناك رجال الأعمال الفاسدين. لا نعطيك مثلا عدد كبير من أصحاب رجال المال الذين استحوذوا يعني على الخزينة العمومية وأخذوا الملايين ولم يرجعوا ولا مليم يعني لخزينة الدولة. إذن جمعة الغد هي جمعة الفصل، أنا أراها حسب يعني معرفتي بالمجتمع الجزائري، رغم أن سيدي الفاضل هناك تهديد بورقة، بعدما هدد بورقة لا أمن وورقة سوريا وورقة لبنان وورقة أفغانستان وشبه ذلك، الآن يهددهم بورقة الأحوال الجوية، يقولون بأن هناك أحوال جوية وبالتالي يقول بأن، لكن هذا العامل يعني تقريبا رفضه الجزائريين ورفضه شعار ظلة أو مطارية. مطارية لكل شخص، وسوف تكون مليونية يعني الحراك سوف يستمر ويكون غدا هو الفصل، رغم أن السلطة تريد تسويق بضاعتها للخارج. وهذا ما شاهدناه مع السيدة تقول أن الحراك سيكون متزايدا أكثر، حتى شاهدنا مئات الآلاف الجمعة الماضية. سيد طوسى أنتقل إليك من جديد، ماذا عن الموقف الأوروبي وبالتحديد الموقف الفرنسي؟ هل يمكن القول بأنه ذات الموقف؟ وفيما يتعلق بلقاءات العمامرة وجولته الخارجية، لماذا اختيرت إيطاليا بالتحديد؟
لا، بالنسبة للموقف الفرنسي، يعني عندما كشف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن أجندته للمرحلة الانتقالية، سارع الرئيس إيمانويل ماكرون بالتصفيق لهذه الخطوة وبالمطالبة بطريقة دبلوماسية أن تكون الفترة الانتقالية أقصر ما يمكن. يعني وقد فهم بأن الرئيس الدبلوماسية الفرنسية تساند هذه الاستراتيجية، لكن أيضا تطرح شروطها، يعني ألا تتدوم سنتين أو ثلاثة، وأن يكون هناك يعني عهدة خامسة مقنعة. لكن مؤخرا مؤخرا موقف مخيب جدا سيدي الفاضل، حتى نضع المشاهد بالصورة. الموقف الفرنسي مساند موقف السيد إيمانويل ماكرون عندما قال أنا أساند مشروع الإصلاحات ومشروع الدستور، وما يقوم به السيد بوتفليقة هذا رفضه الشعب الجزائري. تفضل سيدي الفاضل، وشكرا وأسف على المقاطعة. تفضل سيد توصل. نعم معك حق، في بداية الأمر كان هذا الموقف، لكن لقد تطور مع تطور التظاهرات ومع يعني مجيء عدة مؤشرات من الجزائر إلى باريس، تطور الموقف الفرنسي، وأصبح الرئيس إيمانويل ماكرون عندما استقبل مؤخرا في قصر الإليزي ندوة مع المثقفين بعث بعدة رسائل مفادها بأنه يتفهم الحراك، وأنه يعني ليس من داعمي العهدة الخامسة، و ويجب على الانتخابات الجزائرية المقبلة أن تلبي طموح الشعب الجزائري. هذا الفهم من أن بين السطور وبين يعني في ثنايا اللغة الدبلوماسية الفرنسية أن فرنسا لم تغير موقفها، ولكن يعني أخذت مسافة من بوتفليقة. يجب الإشارة إلى أن موقف فرنسا بالضبط بحكم أنها القوة الاستعمارية القديمة وبحكم الجانب ملتهب في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، فإنها لا يمكن أن تعبر بصريح العبارات موقفها تجاه المتظاهرين. مثلا دونالد ترامب والولايات المتحدة قالوها صراحة في بداية الحراك، قالوا يجب على الشعب الجزائري للشعب الجزائري الحق في التظاهر، وساندوا هذا الحراك. فرنسا بحكم هذا التاريخ، بحكم الجغرافيا، بحكم الديمغرافيا، بحكم التكوين يعني المجتمع الفرنسي، لا يمكن للرئيس أن يتحدث بصراحة تجاه الجزائر. أنا أريد فقط قبل نهاية يعني أن أشير إلى نقطة مهمة، وهو أن عواصم القرار الأوروبي والمتوسطي والمغاربي تحبس أنفاسها اليوم أن تبقى هذه التظاهرات الجزائرية أن تحتفظ بطابعها السلمي، وألا تتحول إلى عنف، لأن هناك بعض القوى يمكن أن تستغل هذه الظرفية الحساسة لكي تزرع العنف وتزرع الفوضى في مثل هذه التجارب. إذن الكل يتمنى أن يعبر الجزائريون غدا عن رفضهم لعبد العزيز بوتفليقة للعهدة الخامسة لبقاء هذا النظام الفاسد، لكن أن تبقى لهذه التظاهرات طابع سلمي. نعم، وسيد أنتقل إلى سيد توفيق فيما يتعلق بهذه القضية. هل يكمن الحل في نهاية المطاف بأن يخرج بوتفليقة للناس برسالة للشعب ويقول لهم بأنني تنحيت عن هذا المنصب لأسباب عديدة، وأن يسمح في نهاية المطاف لانتقال سياسي مريح؟ هل هذا ما يريده الشعب، أم أن الشعب الجزائري بات يطمح في تغيير سياسي كبير وكبير جدا فيما يتعلق بمفاصل الدولة؟ كلامك الأخير، جملتك الأخيرة هي التي يريدها الشعب الجزائري. لماذا؟ لأنه لا يريد التفاوض مع الوجوه القديمة. رفض السيد، هناك حديث عن مغادرة الأخضر الإبراهيمي الذي لا يمثل الجزائريين أصلا. زد على ذلك السيد العمامرة الذي يحاول تسويق بضاعته في برلين وموسكو وإيطاليا وإسبانيا وشبه ذلك. إذن هما يريدان تغيير جذري، يعني جمهورية ثانية تتمثل في مقاطعة وعدم مشاركة أي مسؤول في الدولة الجزائرية القديمة، يعني النظام القديم، نظام محيط بوتفليقة، سواء رئيس الحكومة الحالي الذي ليس هو أصلا رئيس، يعني مجرد يعني تسامحنا معه، هو أعطينا له هذا اللقب، لقب رئيس الحكومة أو الوزير الأول، لأنه لم يعين أصلا، هو أصلا غير دستوري،
ونائبه لأمامرة غير دستوري، وبالتالي أي تفاوض مع هذه السلطة فهو غير مقبول. أنا ليس هذا كلام هذا كلام تقريبا 80% إن لم نقول 90% من المجتمع الجزائري، هم يريدون جمهورية جديدة أو جمهورية نظام جمهورية ثانية تكون من خلال مرحلة انتقالية تقوم بإدارة شخصية يعني نزيهة، تعيين شخصية نزيهة لمدة 6 أشهر، تكون هذه الشخصية يعني ممن لم يتورطوا في الفساد، وتكون محل إجماع كل الجزائريين، ثم الإعداد إلى دستور جديد يعرض على الاستفتاء. ولا ننسى كذلك أن الشعب الجزائري يطالب هذه الجمعة، وهو مطلب يعني تداركه، وهو حل البرلمان بغرفتيه، البرلمان مجلس الشعب الوطني ومجلس الأمة الذي لم يعد شرعيا أصلا. سيد توفيق ودرشيشي الكاتب والمحلل السياسي الجزائري كنت معنا عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك. شكر موصول لك سيد مصطفى طوصة المحلل السياسي ومختص الشؤون الأوروبية، كنت معنا عبر استديوهاتنا من باريس. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام ملفاتنا في هذا المساء، نشكر لكم حسن المشاهدة وإلى اللقاء بإذن الله.